والله احنا جايين ويا اخوتنا ويا ولد ذولا كليتهم، قلوبنا على قلوبهم، واحنا ما عندنا وطن، بس احنا نريد وطن. والله انا من صار اول يوم اللي جاي انا وياهم والله، ومستمرين. الا يسقطون الحكومه هاي الفاسده اللي ما تفتح ولا تخجل ولا ابد، حتى الجاهل هسه لو حكيت عليه يعني بالحشي الباطل هم يعني يدير وجهه يمشي من عنده، يمشي يستحي، بس هم ما يستحون، لان هم سووا بينا، خذوا بلدنا، خلونا نقدي، خلونا الضيم حالنا، بس ما يستحون، ما يخجلون، بس لو يطلعون احسن لهم واشرف لهم. ليش ضالين هم؟ ايش عندهم ضالين؟ يعني ويا قاسم سليماني، وقاسم سليماني اللي شرف عليهم، قاسم سليماني ذولا اهل القمل، ذولا اللي جونا منين هم كانت الدوله؟ كانوا عجم يمشون على زمايل، والله يمشون على زمايل هم العجم، كنا بالحريه ونصيح وراهم، نصيح وراهم هم زمايلهم وكلابهم. هسه صاروا خيرين بروسنا، بروس بلدنا، بلدنا هذا العزيز، ما ننطي والله، والله لو نموت، والله لو نموت، لو شو يصير بينا؟ ما ننطي بلدنا، لا والله بلدنا عزيز علينا. احنا نبكي دم على بلدنا، ولان هم مو عراقيين، وذول اللي جو البارحه هم من عندهم مو عراقيين، وكليتهم من ايران، وكليتهم يعني كليتهم دايحين، دايحين، ما عندهم شرف. لو عندهم شرف ما يضربون هالشباب هاي الحلوه، كان قال لو هم يفكرون كان قالوا هذا بلدنا هذا، وذولا ولدنا ذولا، شلون نضربهم؟ لا هاي الدول، هاي الدول لو واحد راح من عندهم يعني يستهضمون، بس احنا مثل درازن درازن تروح من عندنا. ليش؟ الله ما يخافون من عنده، نعلة الله عليهم، نعلة الله عليهم، والله لا يوفقهم، وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم، والله كريم، الله كريم، الله ينتقم من عندهم ان شاء الله. سدوا الشوارع كلها، سدوا المداخل كلها، عن شنو تضرب بعد؟ تضرب 10 12 سدوا الطرق كلها. بس الدمع معلم وما اذا قلت له هيك شو اسوي له؟ ربط ايديه وشد عيونه هيك وقطم راسه. الله اكبر. هاد دمهم. ذاك هناك واحد دا ينزف همينه منه واللي غاد دمه هم صوره. ايه قول عنه. هسه والله مبروك. حتى ما هذا هم دم وراك. خالي انا صوره راح نقطع هذا. ها شنو العالم انا ميت حرق الخيم عليها. حرقين الخيم عليهم؟ حرقوا الخيم عليهم وانا واقف باللي غاد. ماكو احد ميت فيهم. شلون ماكو؟ ماكو شوف الدم هاي مال جماعه. تعال هلا تجي قاير حتى عش. هاك موبايلات راحت، جناسم وانا عالم راح، يدعون بالعصايب ويدعون ببدر وبحزب الله. خلي الولد يحكي، خلي يحكي الولد وصور. هم عمت علينا الاحزاب. بالخز علي مالك بس الثاني يدعون مالك بامك محمد. لا يا خالي. با حتى الجيجاير عادي انا حتى والله قبلها عمه. طبعا البارحه كانت انا اعتبرها مزره من قبل الاحزاب. اول كان دخولهم اللي هو كان يم الوزاره تجمعهم، واجوا بحوثياتهم والبيكمات البيض اللي هي اعتقد تابعه للامن الوطني، لان هي بدون لان بس الامن الوطني يملك هذه السيارات. ثاني شيء كان دخولهم على الطريق السريع مال محمد القاسم، فتواجهوا ويا من وين المتظاهرين اللي راجعين للبيت اللي كان انتهى دورهم هنا بالمظاهرات، راجعين للبيت واجههم وياهم رموا عليهم فتخلصوا من يمهم، اجوا منا على سوق هرج وعلى جامع الجيلاني، نزلوا بقوه. اول شيء هم ما لابسين ملابس عسكريه ولا حتى تعريف لاسمائهم ولا تعريف شكلهم اصلا، اجى مجرد ناس لابسه برمودات، ناس لابسه تراكات، ناس حتى ما تعرفهم ملثمين،
الثام ليش انت تخاف جبان؟ ليش تتلثم؟ انت عراقي انت، بس انت هذا من تتلثم انت مو عراقي. وجاينا تضرب بالمظاهرات، اجوا ودخلوا من قاموا يضربون بالشباب بالمتظاهرين، رمي عشوائي ورمي قص، استشهدوا ما شاء الله عندنا الله يرحمهم هواي استشهدوا وتصوبوا وهواي جرحى. وهذا دليل، هنا ولد البارحه انضرب، هذا هنا الدم مالته هذا، وهناك انضربوا وثلاثة أربعة هنا الحصرة صار الرمي عشوائي، وقاموا يقلطون علينا وتعالوا هتليه وانتم دواعش وانتم دواعش، ويصيحون على المتظاهرين انتم دواعش. أول شيء الرسالة اللي أريد أوجهها، هذه الدماء ما راح تروح هبا، إيش قد سنة سنتين راح تبقون بالحكم عادي، هي سنتين بغيت لكم انتم الأحزاب، سنتين فقط ينتهي حكمكم الشرعي، راح يجي دورنا احنا الشباب، مثل ما رحمتونا انتم هاي المظاهرات، ما رحمتونا ولا رحمتوا شبابنا، مثل ما رحمتونا راح يجي دورنا وراح تفتر عجلة الزمن. والله العظيم من هذا مو اني، انا انكتي لان اي شيء يصير خلي يصير، راح يجي دور جيلي الوراي وراح يجي جيلي راح نستلم الدور، ما راح نرحمكم ابد ابد ابد، مثل ما هنا راح نعاملكم مثل ما عاملتونا، كسرتونا هجولتونا خليتونا اربع ارهاب، سويتونا اربع ارهاب، ويطلع خلف ويقول اي واحد يغلق مدرسه او شيء اربع ارهاب. ليش حبيبي؟ هو انت بكيفك تسن القوانين؟ ماكو قضاء، ماكو انسان نزيه شو اسمه، بس ولو انتم جردتم القضاء من نزاهتهم وخليتوهم كلهم مندسين ناس تبعيه. اللي اريد اوصله لكم، قلت لكم سنتين باغيت لكم وراح يجي دورنا، ما راح نرحمكم لكم هاي السنتين، راح نطيركم والله العظيم، راح نطيركم وما راح نخلي اي واحد منكم بالمحاكم بالدول، تسافرون تروحون تاخذون جنسيات شي تريدون، سووا سنتين باغيت لكم، سنتين بحكمكم القانون التافه اللي سنيتوه انتم على مود مصلحتكم، وهذه الفلوس اللي غرتكم والدول اللي دعمتكم ما راح تبغون. وصدقني الدم مال الشباب اللي طاحوا البارحه واللي استشهدوا البارحه، وهذه اللي تدخلونها واحزابكم وهذه ميليشياتكم ودهاركم، هذه اللي تدخلونها وذول مندسينكم وتطلعون عليهم تقولون متظاهرين مندسين، انتم المندسين وانتم اللي جيتوا على العراق نزل، واحنا العراق وراح نبقى العراق ونموت للعراق، وانتم ما بغيت لكم سنتين، ما راح نرحمكم ابد والله والله ما راح نرحمكم حد مدى الحياه. بالنسبة البارحة مال الأحزاب، احنا ناس متظاهرين سلميين ونبقى سلميين، ولا النهاية احنا سلميين، نموت 10 مليون 3 ملايين 4، احنا باقين سلميين وما يخافونا بهاي اطلاقاتهم النارية اللي جاي كل ساعة قاتلينهم معاد، وطاحت الشهداء البارحة، وهاي كانت البارحة مؤامرة بين الأحزاب وبين الحكومة الحالية، لأن أثناء دخولها عندهم دخول واحد من جسر الشهداء، فقبل لا يدخلون انسحبت الحكومة، الشرطة والجيش انسحبوا ودخلوا وضربوا المتظاهرين. صور هذا الدم، هاي رايك ليش يا بالجا خايش مكتوب هنا، هم صورها وياك، بصور هاي وصور هاي يا حسين شققين هاد دمعة هاي هاي هنا كانوا الشباب ينامون؟ ها كهنا جوا نايمين.
تقريبا هيجي حدود 7:15 انا نزلت فراسا طبوا من هناك ونار اشتعلت وكل المظاهرين راحوا فلقيتهم كلهم صاعدين لهنا فكان هذا الانسحاب مالتي يعني فهوايه شباب راحوا بس اكثر شيء قالوا من الجراج اللي راحوا يعني حتى اكو احد من الجراجات الطوابق معلقين مشنقه سمعته والعفو كرسي خالين يعني حتى اذا تصعدون تلقون دمايه وتلقون هواي امور هناك اكثر شيء من الجراج راحوا بيها اكثر شيء من الجراج وولدنا يعني اعتقلوهم كسروهم وطلعوهم مستمرين انا اول ما انا البارحه بالثنتين افطر على ولدنا بالاخر من قالوا لي رجعنا اليوم انا اول وحده اجيت عن نقطه وما اعرف ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله دوما متصلين احنا شنو هاي؟ هذا السيفر سيفر صلب هذا الصاعق مالته الصاعق مالته هاي كان ويا القوة اللي هاجمت الجراج وهذا الصاجين صاجين سم اوكي هذا اطلاق الرصاص واللي دي يستخدم كل الدم دم كاتل أريد أن أشيل من دافعك بس خلي صوت طلقة لا طلقة ثانية مال مسدس
هاي بابي هالبنية هذا كله بالطابق السادس اللي تهجمه بيعلول بيه. تمام هذا الشعر شنو؟ الجيتر 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 وين؟ مالتي هذا بصابي فن هذا الجيتر مالتي مزينيها صفر وربيها بكمان مسدس طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة والخلود إلى شهدائنا الأبرار التي روت دماءهم أرض العراق الأبي. هذه الحركات الأخيرة من الميليشيات الوقحة أو من بعض الأحزاب المندسة أو من دول الجوار لا تثنينا عن إكمال مسيرتنا، وأقول لهم كلا وألف كلا، سنبقى سلميين، سنبقى متظاهرين منضبطين من أجل عراق آمن موحد من الشمال إلى الجنوب. كلمتنا واحدة، كلا للأحزاب، كلا للطائفية، كلا لهذه الحكومة التي حكمت بالطائفية، كلا للأحزاب السياسية، كلا للمكاتب الاقتصادية، كلا للمكاتب العسكرية. أرادوا أن يدفنونا فسننبت حرية من جديد، ونقول لهم مرحبا بالعراق الجديد. نحن من نقول كلمة الحق، ونحن من لدينا الحق بترشيح رئيس وزراء يكون نابع من وسطنا ويكون نابع من ساحة التحرير وتؤمن به الجماهير. أما يا رئيس الوزراء الجديد الذي تريد أن ترشح نفسك، سنحملك هذه الشهداء الذي سقطت يوم أمس، وستكون أنت المسؤول عن هذه الجريمة البشعة. أما نحن فسنبقى مسالمين وسنروي بدمائنا العراق الجديد. جايين على ولد خطيك، هم عزل يعني بالاعلام والجسم، جايين عليهم بكبات ورمي كل احاديات وبكيسي، يعني انت ما جاي تقاتل داعش، ذولا شبابنا كلهم ولدنا، يعني هو من اللي طلع الداعش غير ذولا؟ انا رجال ما قدرت اطلع حقيقه، هذول الشباب هم اللي تطوعوا وطلعوا وصدوا داعش وصدوا، شلون يجين يقتلون؟ يعني حرام، هذا شيء ما مقبول نهائيا، ما مقبول. عمي متواطئين، يعني لازم اكو في التواطؤ وياهم، هم مسوين لهم خطه، يعني الولد اول مره مسوين هالمشكله بالطابق الرابع وبعدين طفوا الكهرباء عليهم، يعني خطه سووا لهم خطه، وظلوا يذبحون بهم ذبح، يعني مع الاسف، يعني هذا زلمه اللي يقتله الشباب، والله الزلمه ذاك الجبهه ذيك يروح يقاتل، جاي لك بعلم ذيك الجبهه، اذا انتم زلم روحوا هناك قاتلوا، هذا ما يصير، ما الله ما يقبله، ما ترهبهم كل عمليه واسباع، والله يوفقهم ان شاء الله ويصمدون بهذا، وان شاء الله تنسحل المنطقه الخضراء كلها تنسحل وتنحكم ان شاء الله، كلها تنحكم ان شاء الله، وان شاء الله اول ما يجون مطالبنا هي من مجلس القضاء الاعلى وانت نازل، كلهم شلع قلع، لانه المجلس القضاء الاعلى جاي يسمع وجاي يشوف، مع الاسف يعني. صار دخول سيارات بيك اب بيضاء انسان من جهه الوثبه، صار اطلاق نار بالبدايه، ناس مترجلين بالشارع ملثمين لابسين مدني، بعدين صار دخول المنطقه
بالسيارات ومثل اللي ناس مترجين قصدهم كانوا جايين على الجراج هم ودخلوا للجراج لانه يقول حسب ما يدعون انه عندهم معتقلين بالجراج اربع اشخاص. صار ضرب بعد ضرب هستيري يعني اطلاق نار هستيري ما وقف استمر تقريبا ثلاث ساعات اربع ساعات وقعوا شهداء هوايه وقعوا جرحى هوايه سيطروا على الجراج ومن سيطروا على الجراج حاولوا يسيطرون على شارع رشيد اكو ناس منعتهم ما خلتهم يتقدمون صارت مواجهات بينهم وبين الناس اللي هنا واستمرت المواجهات تقريبا الساعه لحد الساعه 5 الصبح صار انسحاب من قبلهم من المنطقه. ما اعرف جو ترى اللي جو انه مو سلاح خفيف سلاح متوسط بي كي سي وكلاشنكوف سلاح خفيف ايوه قناصات موجوده همين والسلاح موجود بالبدن مال بيك اب يعني مو تقول مخفي اي نفس الوقت انه ناس طعم بالسياتشين بالوثبه حسب عدد الشهداء ما ما ما, ما حصيته انا اللي استشهدوا قدام عيني بالنسبه لي اللي استشهد واحد استشهد بايدي هذا الدم مالته هسه على القميص مالتي وواحد استشهد قدام هنا وقع. ست مجاميع بسيارات يعني اعداد كوسترات وبيكامات يعني هاي المجاميع اللي احزاب واحنا بعد هي اتضح الامور ما يحتاج هاي المجاملات ما يحتاج بعد نحكي بيها مخفيه لا بالعكس البارحه اللي اجوا احزاب جماعه الاحزاب كل ما هنالك احنا كافي احنا الشعب فضحهم والشعب عرفهم فلذلك هذا ان شاء الله هذا يعني هاي نهايتهم الاحزاب يعني بس على المواضيع اللي البارحه صارت من يعني رمي كلش كثيف كان وكانت اعداد الضحايا وجرحى وشهداء يعني يعني حتى ما قدرنا احنا نوصل لهم ونسعفهم اللي اجوا يعني كلهم الاغلب اغلبهم مقنعين اي ومدنيين ويرمون حي على المتظاهرين المتظاهرين هذول الابرياء اللي كل شيء ما عندهم كل شيء ما شايل بس علم كل شيء ما شايل اصابات بها خطره لانه رميهم كان كثيف وعشوائي اساسا رمي على العالم جايين هم اساسا يقتلون هاي العالم الابرياء جايين يردون ولذلك احنا نقول لهم هسه وبعد وباكر نوصل لهم رساله بان ما راح نمتنع ما راح نمتنع لو مو احزابكم تدزونها لو مو تبعياتكم تدزونها ما راح نمتنع ابد مسيرتنا كشعب عراقي احنا اي زوال الفاسدين وانتوا زوايلكم وانتوا عايد انتوا احزابكم كافي اللي سويتوه بينا مو شوي حدود السبعه او سبعه ونص الى الثمانيه ساعه اجت سيارات مدنيه وناس مدنيين ضربوا هذا الحاجز وصعدوا على الجراج مال سنك صعدوا وياهم اسلحتهم قتلوا الناس بعدين اجتهم سيارات ثانيه يعني وياهم كانت منتظرتهم هناك يم الشيخ عبد القادر طبوا هنا كثافه سيارات وهاي مدنيين حوثيات وبيكمات بيكيسيات ام 4 ام 16 انواع الاسلحه ما خلوا لا عبوات صوتيه لا قنابل صوتيه استخدموها ضدنا قتلوا هواي من عندنا هواي شهداء وجرحى ما خلوا واحد النوب يعني حتى دهس الناس الماره متظاهر غير متظاهر دهس يعني البارحه صارت مجازر احنا نحب نقول للحكومه هاي لا المره الاولى ولا الثانيه ولا الخامسه ولا العاشره تحاولون تقومون بحرب اهليه وطائفيه بين ابناء الشعب وتريدون تفرقون الشعب واحنا بوعينا وبارادتنا جاي نخمد هاي النار اللي يشعلوها فكافي والله العظيم اذا اشتعلت النار ترى ما تخليكم حتى لو خارج العراق حتى لو خارج العراق نحاسبكم فكافي سارعوا بحل البرلمان سارعوا بحل الاحزاب احنا ما نريد حكومه قتله احنا بعد ما نريدكم انتم حكومه قتله قانون انتخابات 100% يخص جميع الطبقات البروفيسور العالم الاستاذ المهندس هاي الكفاءات اللي عندنا يعني ما البلد ما خلى من هاي الكفاءات انطوهم مجال كافي اطلعوا ترى اذا وصلت حدها انتم هواي استفزيتونا هواي اذيتونا هواي قتلتونا
وماكو مظاهرة بالعالم. هسه لو انتم بحثتوا بجميع دول العالم على اي تظاهر، على اي اعتصام، ما بي هيك سلمية. سلميتنا ادهشت العالم، ماكو هيك تظاهرات ملتزمة بسلميتها وملتزمة بوعيها وناس مثقفة وناس كفاءات. يعني انتم ليش تخرجون تظاهرات عن سلميتها؟ ليش؟ مو كافي؟ مو كافي دماء؟ يعني الى متى انتم مصاصين دماء؟ جئتوا من الخارج لكي تمتصوا دماء العراقيين؟ كفى. نزلتوا احزابكم طرف ثالث، طرف رابع، هاي كلها ما تفيد الحكي. هذا الحكي كله ما يفيدنا. احنا اللي نعرفه اكو دولة تحكمنا، لا هي سلطة احزاب وسلطة، يعني كل واحد له سلطته، القضاء سلطته شيء اخر، واحد الاحزاب لها سلطه، انتم لكم سلطه، ما اعرف منو اجى الى سلطه. احنا نريد حلكم، حلكم نريد حلكم، يعني افتهموها من عندنا، ما نريدكم والله. ملينا، هواي ناس راحت، ابرياء راحت، الناس ذبحت، اطفال كبار شباب. احنا ما نريد، احنا ليس مو دعاة سلطه، احنا ما نريد سلطه ولا نريد حكم، احنا ما نريد لا مناصب ولا نريد اي وزاره. احنا نريد وطن. أعزي عوائل الشهداء وأعزي أنفسنا بكوكبة من الشهداء البارحة سقطوا والجرحى، وذلك بفعل الميليشيات الوقحة، الميليشيات المعروفة اللي هي اللي تسميها الدولة. هم بالعكس، أنا أقول وين الدولة متفقين؟ لأن هذا جسر الأحرار، جسر السنك، هذولاك هم مكافحة الشغب والدولة، وهم هنا البارحة وقفوا ورموا يعني وقتلوا بدم بارد المتظاهرين السلميين، لا شايلين سلاح ولا شايلين كل شيء. والبارحة أعتقد التواصل الاجتماعي نشر مقاطع فيديو شنن البيكامات وشنن الكوسترات اللي إجن ويقتلون، يعني ما يعرفون طفل ولا كل شيء. أي واحد شايل علم ما شايل علم يقتلوه خلص. فإحنا شنقول؟ نقول اللي حكومة اللي تعرف الطرف الثالث، والطرف الثالث حتى احنا شخصناه هسه معروف، انا اعرفه وانت تعرفه وكل الناس تعرفه، يعني معقوله ما يقدرون يخلوا لهم حد؟ وين الدفاع؟ وين الداخليه؟ وين الامن الوطني؟ احنا متظاهرين سلميين، احنا لحد الان ما رمينا طلقه واحده، طلقه واحده. واتحدى اكبر مسؤول، واتحدى خلف، هذا عبد الكريم خلف اللي هو كان وين المتظاهرين قبل، خلاه بمكتبه رئيس الوزراء قام يحكي ويشوه الحقائق وحده برا الثانيه، تشويه للحقائق. البارحه عبد الكريم خلف يقول بيناتهم فصائل مسلحه تعاركوا بقراج السنك، هذا عار عن الصحه وعيب عليه، والمفروض من يمه ما يحكي هذا الكلام، لان هو مسؤول بالدوله، يعرف هو من الميليشيات الوقحه ومن اللي اجى ومن اللي قتل الناس. واحنا بالنسبه لنا ما ترهبنا طلقاتهم، قتلون 10 20 100 1000 2000 ما نتراجع عن ثورتنا. وهاي الثوره ثوره شبابيه ما تنتمي لكل حزب اصلا. هسه اي واحد من تلتقي بيه وتقول له شنو رايك انت بالاحزاب، يقول لك فدوى عوفني من الاحزاب، ما نريد الاحزاب. احنا مواطنين بسطاء طلعنا من الكرامه، ماكو ذل، يعني بكل مفاصل الدوله ذل، عايشين احنا بذل، العراقيين عايشين بذل. واحنا هسه رجعنا لهنا نريد نرجع كرامتنا احنا كعراقيين، احنا كعراقيين ماكو واحد يزاود علينا، لا الاحزاب هاي الذيول اللي ارتباطاتها خارجية، ومع كل الأسف الحكومة ارتباطاتها خارجية، الأحزاب ارتباطاتها خارجية، ظلينا بس احنا هاي الفئة الصغيرة، احنا الشباب، والله مو فئة صغيرة، فئة كلش كبيرة، ووطنيين يعني ما تتوقع ايش قد وطنيتهم وايش قد يحبون بلدهم. والله العظيم تبكي من تشوف حالات بعينك، شلون البنية تجي تدنق على الولد مجروح برجله، شلون تغسل رجله، شلون تنظفها، يعني قمة الشرف وقمة الأخلاق عند هذا الجيل. واحنا ان شاء الله
ثورتنا سلمية وما نتراجع عن الحق أبد. كل شيء واحد، احنا الحمد لله صامدين. خلي احتياج يا شباب. احنا صامدين وباقين. احنا صامدين وباقين وما نتراجع، وش مهما سووا وذول الشهداء اللي وقعوا ذول رمزنا هويتنا، هاي الهوية الوطنية اللي نطلع بيها ونقول احنا نفتخر عندنا شهداء، الافتخار بالشهيد، احنا نفتخر يا جماعة الخير، احنا نفتخر بالشهيد، هذا الشهيد الدمه وقع، هذا يعني شو اريد اقول؟ طهر رجع، هذا طهر الامه، وحد العراق، وحد العراق من الشمال للجنوب، هذا الانسان الصالح، احنا الله دفعنا لهذا الشيء، ترى لا تقولون واحد دفعنا، جهه معينه دفعتنا، امريكا دفعتنا، اسرائيل دفعتنا، عمي القضيه ربانيه، خلينا نكون واضحين. اي والله. اني اجي من وسط البغداد، شنو دافعني؟ شنو دافعني؟ دافعني شنو؟ اكو واحد منطيني على هاي المتظاهرين هسه واقفين، اكو واحد منطيني من عندكم؟ اكو واحد حاط بجيبي؟ لو تدافعني غيرتي. غيرتي على هذا البلد وغيرتي على اخواني اللي قاعدين هنا، اقول ما اعرفهم ما حيدهم. احنا مسالتنا مساله وطن، وطن. هذا العراق والله عمي ما يستاهل يصير به هيك. عمي هذا العراق والله ما حد ما يستاهل، عمي تعبنا. حقيقه تعبنا، هذا البلد تعبنا، واجى اليوم اللي رايحه. احنا قاعد نريح هذا البلد ونوقفه على حيله ورجع منتجاتنا ورجع خيرنا، وخيرنا يرجع لبلدنا مو يروح لغيرنا، لا خيرنا يرجع لبلدنا، يرجع لهذول الشباب. لا تكفينا ترجع سيادتنا والسياده والعلم، العلم اللي كل ما نشيل علم العراق ونرفعه يعني يهجون علينا، يعني هذا العلم ما ادري شو مسوي لهم، شو مسوي لهم هذا العلم؟ بس بالعلم مخوفهم، يعني انا هو شايل سلاح ومخوف العلم مالتي. العلم مالتي مخوفه، هذا علمي حاطه مخوفه، طبون بسيارات والسيارات كلها يعني هناك طابين، ما حد شافهم وسلاحهم حاطين على شافهم، ما حد شافهم؟ ذول الاحزاب اللي حكموا اللي وعدونا بجنه النعيم صار لهم 16 سنه. كل واحد يطلع كل 4 سنين يصير انتخابات، اي واني وهاي الاصلاحات وهاي شو اسمه البنود اللي حصلح بيها تطلع كلها كذب 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 كذب، بس اعلام بس اعلام، وخيرنا ضايع والحمد لله والشكر. نقول احنا صمدنا وباقين على سلميتنا، وسلميتنا دمرتهم، وسلميتنا نوقعهم ونوقع ذول الاحزاب كلهم بسلميتنا. ها ترى مو بسلاح، لا سلاح ضامي عمي، احنا نوقع هاي العالم بسلميتنا بوحدتنا بعراقنا بشبابنا باخواننا، احنا رجع سلميتنا، والف رحمه على والدين كل واحد يجي ساحة التحرير. وانا ادعو الناس اللي بعد نايمه ببيوتها، يعني مو كافي، وين تريد توصلوني؟ يلا نايمين ببيوتكم، احنا مو نقول مريد دولة ومريد نظام ومريد دوائر دولة ومريد طلاب تداوم، لا بالعكس، احنا نريد طلاب تداوم ونريد دوائر، بس نريد دوائر نزيهة تشتغل بالصورة الصحيحة،